قبل في البريود نتاعك راني تألقت برشا بوست الراجل هو، وكنا نحكيوا حتى على حمدي في كيبات كبار في الليغي كيما مالاكا. شنو صار؟ علاش ما تمتش ولا مشيتش كيب كبيرة وقتها؟ والله يا اخويا الحقيقه اسمعني، يعني ما نكذبش عليك، ريت البريود هذيك وقت ما زدت ما نعرفش شو معناتها دومين مانجير ودومين شو معناتها باش تجيك كيب وكل شيء، فهمت الحقيقه. كي اختي اللي كنت نلعب بريسك 3 سنين هذوك اللي عديتهم مع سي فوزي جاوني برشا دي زوفر الحقيقه، معناتها وصلوا انت حتى كنت ما شاء الله في وقت في الطندق نتاعك. يعني ايش نعطيك حاجه، يعني المشكله كنت وقت مصح مع عبد القادر الجيلادي، فهمت مانجير تاع عبد كذا صحيح. وقت عمري بريسك ساعات ما عمري 20 عام، وقت من اول ما تفرج عليا كلمني وقتها سليم درويش قال لي راه فما مانجير عجبه وعجبته كل شيء. الحقيقه اي جوار كاي جوار في بلاستيك باش يسمع الاسم هذايا واللي هو ما عنده صح مع عبد النور، وتشوف انت عبد النور وقت يلعب في هو فرج برشا من لاعبيه عبد النور صاحب الخليفه عصام جمعه كان معاه عادي باش تمشي معاه معناتها بالصحة معاه معناتها طول فهمت. اي يعني الحقيقه وقتها مانيش ما كنوعك معناتها باش عابد معناتها مثالك باش صحة معاه. انا يعني الحقيقه صحت معاه 3 سنين وقتها نتفكر، فهمت صارت لي وقتها كنت فكرت ماتش جيبوتي وقتها نادى لي لوكاس ربحنا وقتها 8 فهمت. صارت لي وقتها ضربه في ظهري، مشيت وقتها داويت في تولوز بحذاه ورجعت فهمت. الرجعة هذيك وقتها نتفكر والله فما وقتها جاني اوفر بعد بارتي الرجاء بالضبط، الرجاء اللي ربحنا 3-0. المانجير هذا برازيليان يخدم مع واحد تونسي فهمت اسمه عصام، هذا نتفكر وقتها كلموني فهمت. طلبتني وقتها بعد الماتش هذاك كنت باش نمشي لودينيسي، وصلوا حتى بعثوا اوفر لليتوال فهمت، واني وقتها من الاول ما في باليش به، وكان وقتها اللي يخدموا في ليتوال الحقيقه اي ما الحقيقه ما يقولوا لك شرا معناتها يا ريت كي يوصل الاوفر وصل لي قداش من مره اوفر واني ما بديش نسمع بيه. كي نبدا نحكي مع المانجر نتاعي يقول لي يا حمدي راه اسمعني تو الماركات الجاي رانا نحكي معاهم راهم طالبين الغلاء راه معناتها يطلبوا في 1.5 معاش 1.2 في الان واحد فهمت. نقول له واني نقول له واني معناتها شنو نخلص معناتها شنو واني سومي تو معناتها شنو ناخذ واني باش هم يطلبوا السوم هذاك فهمت. صارت لي برشا مشاكل الحقيقه ما تعطلت، فما مره زاده كنت باش نمشي مع الفرجاني والروش ميس هما وقتها كانوا يخدموا مع مصطفى، فما واحد اسمه مصطفى وابراهيم ما عرفش كانت تسمع به المانجر اللي تو نتاع بسام السرار فيه فهمت. وقتها كنت باش نمشي معاهم الماتس بعد العام هذاك معناتها العام اللي نقولوا نحن قبل العام اللي هزينا فيه الشامبيونات كنت باش نمشي معاهم عليك ما تمتش ما تمتش وقت خاطر ميزاتهم صحه مع عبد معناتها مع كادير فهمت. قداش طلبي علاش دخل فهمت ما كانش لازم يتعامل مع خاطر تصير معناها ولا ما فاهم مغزول لي فما مانجيرا يقول لك انت كي تبدا مصح مع واحد خويا ما تنجمش معناتها ينجموا يدخلك في اي اوفر ينجم يفسدوا لك فهمت. فهمتك هذيك المشكله اللي كادير ما جاب لك شيء حمدي الحقيقه لا ما جاب لي شيء الحقيقه. وقتها سمعت تولوز سمعت موناكو قعدت نسمع في تولوز في موناكو اماني اللي نتفكرها من لودي زوفر ثلاثه اللي وصلوا لي صحاح واحد برازيليان جاب لي اودينيزي ومادس ولا محمد رسول الله وسانتيتيان اللي نلعب فيها الخزري هذوما الثلاثه انا بعثوا لي وقت اوفر معناتها بعثوا لي صحاح فهمت. كيبين كبار معناها كان تم تصور تكون مسيره اخرى شيء خويا وقت ناخذ نحكي لك راه معناتها راني ومع عمري والله العظيم اقسم بالله قد راني نحكي لك معناتها جمعيتي خويا ونحبها برشا وباش ما نكذبش عليك عمري في حياتي وقت اللي كنت نلعب في ليتوال عمري ما خممت في الواحد معناتها في الفلوس معناتها يعني فما برشا عباد ما يعرفوش يعني اقوى سالير خديته في ليتوال راه قبل ما نخرج بالزمالك راه 10 ملايين معناتها ما كنت ناخذ في ثلاثه وفي زوج كما اي جوار تعدى في ليتوال معناتها فهمت كما ولد ولاد الصندوق صحيح تاكلي يعطيوك بريم شينياتير ممكن يعطيوك كم هو نحن 200-180 وتاخو تاخو معناتها كما قلنا نحن عرفت شهرية يعطيوك سالير باهي هكا. أما أكثر حاجة قلت عليك أكثر وقت أوفر ندمت عليه نتاع أودينيزي هذاك كليت عليه سوري قداش قيمته الأوفر حمدي؟ وقت بعثوا لي أوفر 1.2 وقتها وكانوا نجموا يطلعوا معاهم ليتوار معناتها وقتها في الوقت هذاك كانوا نجموا فهمت؟ والله نتصور معناتها ممكن تعرفوا ممكن لا معناتها اسمه عصام هذا مانجير معناتها بازر يتفرج علينا تو يعرف معناتها ما نعرفوش هذا اللي جاب كوستا لليتوا فهمت جاب كوستا هو سكر الباب اي وهذا وتعرف وقت سمعت بيه وقت اللي مشيت وقت نحن في تلسا
وقت اني ما في ليكيب ناسيونال، كلمني الراجل هذا في اخر نهار ما عادش نجم نعمل شيء وقت. كلمت التكادير قلت له راه الحكايه فيها هكا وهكا وهكا، قال لي حمدي لازم نشوف وقت مع زياد ومع حسين واحد، ونحن الحقيقه وقت في ليتوال عاملين هم في وخا يحبوا يسيبوا حتى الجوار، مش معناتها حبوش يسيبوني كما نقولوا نحن بالعاني معناتها تبولدوا عليا ولا حاجه، مو وقت كانوا يقموا برشا في الواحد معناتها في التتروات باش يزروا كل شيء. واخر اوفر جاني بعد الضربه نتاعي وقتها، كنت فكرش عملت فراكتور دو فاتيك في الساقي وقت مشيت كوب دافريك مع كاسبر جاك، دوما روحت صاحي دوما روحت عملت اوبيراسيون رجعت كورت بعد ماتش الي تراب. جاني اوفر وقت مشيت في بلاصه يوسف عطال، جاني اوفر من كورتري في بلجيك. هذيك وقت اني الحقيقه سبب ممكن حتى الجمهور نتاع ليتوال وقت قلب عليه شويه، خاطر مازال ما يعرفش شنو وقت صار بالضبط، فهمت؟ ممكن معك انت خلينا نحكي ميسيرش العباد خويا يعرفوا معناتها الحقيقه. اني وقت الحقيقه ما نكذبش عليك وقت البو خويا سي ما عادش نحب نزيد نلعب وقت الحقيقه، فهمت؟ حسيتهم خويا ماهمش باين معايا وقت في البريود هذيك تضرب وتختاريت وقت عملت فراكتور فاتيك الحقيقه. الحقيقة نتاع ربي وقت اللي وقف معايا خويا الحقيقة نحب التحية ليه خويا اللي هو الطبيب نتاع الكيم ناسيونال سهيل الشملي. سهيل الشملي الحقيقة ويامن بن زكري وقت معناتها البريود هذيك خدمت معاه، فهمت؟ وقف معايا وقت هو معناتها لا يبيع ومع شكون معناتها وقت مع التنسيق مع سوادية وقت فهمتك. عملت ثاني وقتها صارت لي مشكله في ساقي، عملت فراكتور دو فاتيك وقتها في الكيم ناسيونال في وقتها مش في اي وجعتني في الاخر وقتها في ماتش بوركينا فاسو روحت ما ارتحتهاش، يعني وقتها كان عندنا فما ماتش لانكار لعبناه ضد حمام نلف وقتها خسرنا تضربت وقتها 20 دقيقه 20 دقيقه خرجت قبل الماتش هذاك كنت مشينا نلعب وقتها بالجيم كيف مشينا نلعب ضد سيدي بوزيد مجهولات كل الابياء يلعبوا لونترونير وقت بيرفليت قال لي لازم نحبك تلعب انت وجعتني في هذاك مشيت نحكي مع الطبيب نتاعنا في ليتوار بعد الماتش رحت لعبنا ضد حمام نلف ترشقت لي ساقي فهمت مشيت عملتها في سوسه ما نجحتليش كانت فكرش لعبنا ماتش وقت تعادلنا 1-1 كونت الاسبيرونس خرجت دقيقه 70 تصور انت نلعب وقت بساقي وساقي مكسوره يا رسول الله اقسم بالله لعبت خويا 70 دقيقه وقت مشيت لسيد طرابلسي في تونس اقسم بالله ديه قال لي برجوليا قال لي شابو ليك كيفاش لعبت بها وساق كيكه معناها شكون بيبيتوال وقتها؟ خشناوي فيصل خشناوي اما مش هو اللي عمل لي العمليه الحقيقه معناتها هو المشكل نتاعه واللعيب نتاعه وقتها ما كذب عليه معناتها قال لي راه ما عندك شيء ولاباس وساقك مريقله وما تخافش ومنه ومنه اني قلت له راه توجع فيا نحس في وجيعه مش نورمال وقتها في ساقي فهمت قال لي وقتها لا لاباس وما تخافش لعبت بها برتي حمامنا اني من وقتها اخوي تقلبت عليهم لعبت الكل ما نكذبش عليك ردها جمعيه كامله اخوي المسؤولين فهمت الكل تقلبت عليهم في البريود هذيك فهمت. بعد وقتها صارت كما قلت لك وقت العمليه عملتها ورجعوني وقتها في 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 بريسك رجعت تصور انت عامل عمليه ومسمار مركب رجعت في 20 يوم راه 20 يوم اول بارتي كونت الاسبيرونس يا معلم لعبت خويا 70 دقيقه بعد 70 دقيقه هذيك كاوع ما تقولش ليه ديما تقول لي نلعبها والله اقسم بالله عمري في حياتي ما باش ما نكذبش عليك يعني وقتها ظهري فما تروح الاسبيرونس لعبنا وتربحنا مركان عمار نلعب وقت ظهري خويا ما نجمش نمشي خويا لعبت وقت بريس 79 دقيقه هذيك فاز ظهري عين هذيك بعد بارتي الرجاء خويا مشيت كيم ناسيونال اول اونترامون في كيم ناسيونال جيت نشوط في كوره خويا قعدت غادي الطبيب الكل اللي مشيت لهم في تونس قالوا لي ما عندك حتى شيء نجي نمشي خويا انت